قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قطوف دانية. قال علي رضي الله عنه: كن من خمسة على حذر، من لئيم إذا أكرمت، وكريم إذا أهنت، وعاقل إذا أحرجت، وأحمق إذا ما زجت، وفاجر إذا ما زحت. فكن من هؤلاء على حذر. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.